يعني خدت مسيرتك اللي كسب بطولة الأساتذة في الجودو وفي الكاراتيه من سموحة، بطولة الجمباز احنا محتكرينها 6 سنوات، أبطال تنس الطاولة للناشئين من سموحة، المنتخب المصري اللي بيلعب في الهاندبول النهاردة بيلعب في بطولة العالم 6 من سموحة، أفضل سباح في مصر سموحة، أسرع سباح في مصر سموحة، بطل العالم في سباحة المسافات القصيرة بالزعانف في سموحة. عندي 684 لاعب دولي، 604، ده لدرجة إن اللاعب اللي جابه الأهلي من العين الإماراتي وقال إن ده أحسن لاعب في مصر أبو تريكة الجديد مسجل لغاية النهاردة في سموحة، وسموحة صاحب الحق فيه، مش هتديله ولا يعني. بص ما احنا بعنا للأهلي لاعب. بيقولوا إن حضرتك أهلاوي. أنا أهلاوي بس سموحاوي في المقام، يعني الزمالك لو طلب ليا الشرف إخواتي وحبايبي وأصحابي. فسموحة منظومة رياضية جميلة، أنا من خلال حضرتك بشكر زملائي أعضاء مجلس إدارة، بشكر أعضاء النادي، وحاجة جميلة توري لك إن المصريين لما يشتغلوا بهدوء وبرغبة في إثبات الذات يقدروا يعملوا حاجة حلوة جدا. بعدين ما خدناش ولا مليم من الحكومة، عشان حضرتك تكون في الصورة، أنا 9 سنين أو 10 سنين رئيس نادي سموحة، أنا من سنة 98 داخل على 11 سنة، لم نأخذ مليما واحدا من الحكومة دعم، بالعكس احنا بنستضيف البطولات الدولية، عندنا الأبطال الدوليين، المنتخبات الدولية بتيجي تتمرن عندنا، بقت حاجة جميلة ومفخرة. العضوية بتاعته بقت بكام دلوقتي؟ العضوية بتاعته النهاردة ب100,000 جنيه، لكن لو النادي ده موجود في مصر على رأي زي ما قال المهندس حسن صقر قال ولا 350,000، يعني يكفيني شهادة كل وزراء الرياضة، ويكفيني شهادة المهندس حسن صقر، ويكفيني شهادة. احنا طبعا بنشكر حضرتك لأن حضرتك عملت لنا هذا الصرح العظيم المتمثل في نادي سموحة. الله يخليك. أولا أنا رجل مصري بسيط بحب بلدي، ولو أقدر أعمل أي حاجة بجتهد وعلى وربنا يكملها بالستر، ويعني وربنا يعني 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 بيض وجهي يعني، او انا دايما بحس اني لو الواحد تعرض الى عمل ابذل قصارى جهدي، سواء في عملي قدام اسرتي او في عملي العام او في هذا الكلام، ان انا ببذل قصارى جهدي، وانا مؤمن ان الدول بتتقدم لو الافراد كلها سابت المهاترات وكل واحد ركز في عمله واشتغل. لكن انا بقى مش هقعد استنى اقول لما يطلعوا قانون كذا اصل عملوا كذا اصل شيلوا مش عارف ايه اعملوا ايه غيروا ايه، لو انا قعدت اعمل كده بيضيع العمر والانسان لا يتقدم، واللي ما بيتقدمش كل يوم بيتاخر وبيتراجع، واللي ما بيصحاش من النوم على امل ان هو يشتغل ويعمل شيء نافع له ولمجتمعه لازم يعيد تفكيره. جرت العادة بأن ضيوف هذا البرنامج بيقدموا فرص عمل لشباب مصر انطلاقاً وتطبيقاً لبرنامج الرئيس الانتخابي. حضرتك بتقدم كم فرصة عمل لشباب مصر؟ هقول لحضرتك أنا عندي دلوقتي 1500 فرصة عمل جميع التخصصات ومن غير تخصصات، يعني أنا عايز 1000 واحد يعني بص ما يعرفوش حاجة، بنين وبنات فوراً، والمدينة محتاجة لأكثر من 30,000 فرصة، بس فرج الله دلوقتي بقول لحضرتك أنا محتاج ل 1500 وظيفة موجودين فورا. كل التخصصات لا تجد من يشغل. أنا قلت لسيادتك اللي ما يعرفش حاجة اللي ساقط إعدادية، هو يفضل أنهم يكونوا من سكان محافظة الإسكندرية؟ يعني لسيادتك أنا بجيب من محافظة البحيرة، احنا بنجيب من البيضة وبنجيب من كفر الدوار وبنجيب من كل قرى وبنجيب من قرى البنجر وبنجيب من كل حته وبنجيب من الحمام، عندنا ناس كتيره جدا من هذا الكلام، لان طبعا شباب اسكندريه يعني مش كله يحب يشتغل، وبعدين الصناعه بتدفع اعلى مرتبات، ادنى مرتب 750 جنيه، وفي تامين صحي كامل، تامين اجتماعي كامل، مواصلات، وجبتين غذاء، كشف صحي كامل. الرينج بتاع المرتبات يا ترى؟ المينيمم 750 جنيه. 700 اقل حاجه. والماكسيمم؟ لا ده الماكسيمم حاجه جامده قوي، حاجه جامده قوي، وناس بتتقدم تقدم كبير قوي، والمهندسين هنا بياخدوا مرتبات عالية جدا، خدت بالك؟ لأن الصناعة المصرية قادرة على أنها تدفع هذه المرتبات، لأن العنصر البشري هو أغلى وأهم شيء في الصناعة المصرية. أنا ممكن أعمل أي حاجة في الدنيا لكن ما أقدرش أجيب العامل، العامل هو ثروتي، عشان بس حضرتك تكون في الصورة. المزايا التي تقدمها هذه المؤسسة وهذه المجموعة ينظر أن تكون موجود في مكان آخر،
يعني خدت مساكن لان احنا بنقدم كل المزايا. خدمه صحيه عاليه جدا، انا عندي طبعا مستشفى ضخمه جدا، احنا بنعالج الناس كلهم غير التامين الصحي، ما بنستناش ان التامين الصحي يعالج. رعايه اجتماعيه كامله، رعايه صحيه كامله، مواصلات مكيفه الهواء على اعلى مستوى، وجبات سخنه على اعلى مستوى، تامينات، كل شيء بيشترك في الحوافز في الارباح في كل شيء. نتابع الوظائف دي مع مين؟ انا معايا شخصيا ومع مكتبي شخصيا، وارجوك هذا الكلام انا بقول لك 1500 وظيفه انا محتاج لهم فورا. اللي ما يعرفش يشتغل ادنى مرتب 750 جنيه. هكذا أعزائي المشاهدين قدم لنا المهندس محمد فرج عامر 1500 فرصة عمل لشباب مصر، وأحب أن أؤكد دائما أن هذه فرص العمل حقيقية وليست إعلامية. أعزائي المشاهدين نحييكم ونلتقي معكم في حلقة قادمة من برنامج نحو غد أفضل.